بالستينات لبنان كان عم يطلق صواريخ، نعم هالحقيقة الليلة اللي بيعرفوها. وراء هالمشروع كان في طلاب لبنانيين وأستاذ اسمه مانوك مانوكيان. قصة الصواريخ بديت وقت ما كنت أنا عمري كان 11 و 12 سنة، كنت أحلم أنا في ضرب الصواريخ. سنة 1960 انضم مانوك مانوكيان لجامعة هايغازيان كأستاذ للرياضيات والفيزياء، وبدأ مع تلميذه بالعمل على تصميم صواريخ وإطلاقها بهدف دراسة الفضاء واستكشافه. بعد ما لقينا الكيميكالز اللي بيشتغلوا عملنا ديزاين للراكت، نجحنا في إطلاق الصواريخ. أول كان الصواريخ كتير صغار، عملنا صواريخ أكبر. الرئيس شهاب طلب منا أن نروح نشوفه، هنأنا في الصواريخ اللي ضربناهن وقالنا بده يساعدنا واعطانا محل نضرب الصواريخ من دبي على البحر. نظرا للنجاح اللي حققه المشروع، طلبت الدولة والجيش تحديدا الانضمام الى النادي عام 1962. صاروخ واحد طلع على الثيرموسفير، ما كان في بلاد غير لبنان اللي كان يطلقوا صواريخ زي صواريخ اللي احنا كنا نضربهم. I was very proud. على الرغم من النجاح اللي حققه المشروع، توقف فجأة عام 1967. صواريخنا كانوا عويين كتير، وفي ناس كانوا يطلعوا عليهم إنه كانوا بدنياه يستعملوا للحرب، كانت تجارب علمية. آخر صاروخ ضربناه وصل أكتر من أبعد من سايبرس. طلعت أنا قلت هذا الصاروخ وصل في محلات بديش أنا يوصلوا. بعد توقف المشروع عاد مانوك مانوكيان إلى تكساس، ومن وقتها انتسى الموضوع. وبعد 47 سنة ظهر هالإنجاز بفيلم وثائقي النادي اللبناني للصواريخ. والليلة مانوك مانوكيان معنا بكلام الناس ليرجع إنجاز مهم إلى ذاكرة اللبنانيين. بعد هذا التقرير عن مانوك مانوكيان بدي رحب بالبروفيسور مانوك ومخرجي فيلم لبنانيز روكيت سوسايتي جوانا حجي توما وخليل الجريج. اهلا وسهلا فيك جوانا. اهلا فيك استاذ خليل، وبدي رحب فيك، هذا شرف لنا تكون معنا موجود بالاستوديو استاذ مانوك. اهلا وسهلا فيك. بدي لك جاي على لبنان. صار 47 سنه ما كنت هون. 47 سنه، قديش تغير عليك لبنان؟ كثير تغيرت. انا دائما كنت أحب لبنان، بحب بيروت، ووقت ما جينا إماراتي وأنا طلعنا على بيروت لسه بيروت كتير حلوة. أنا بس صرت أبشع. لا يعني عم بتعزينا عم بتقول لسه حلو بس صرت أبشع بعد الحرب. لا أو لأنه أنت عندك نوستالجيا عليها. Yes, I have special feelings for Beirut. طبعاً. Yes. أستاذ مانوك، هل كان هيدا الصاروخ صاروخ حربي؟ طبعاً صار عنا صواريخ تاني اليوم بلبنان من نوع تاني. هلا قبل شوي الأستاذ خليل عم بيقول إنه لا مش نفس الصاروخ، بس كان حلمك بصاروخ حربي أم صاروخ باتجاه الفضاء؟ شو كان؟ اللي بدنا إياه نحن نعمله كان تجارب علمية. نعم. ما بدنا نسوي صواريخ للحرب. ما بقدر كنت أعمل صواريخ للحرب عشان أنا ما بحب الحرب. لكن بعد كمان بدي أعلم تلاميذي لعلم الصواريخ من from the point of view of science and technology، من وجهة نظر علمية وتكنولوجية. نعم. وعملناها و بعد ما خلصنا 6 سنين نضرب صواريخ، تعلمنا كيف الصواريخ بيشتغلوا. وقت أنا ما كان عندي شهادة الدكتوراه، سكرت المشروع للروكيت سوسايتي ورجعت على يونيفرسيتي اوف تكساس مشان اكمل علمي. رحت تكمل عملك. وهونيك بشو باي مجال اشتغلت؟ اشتغلت بنفس المجال؟ لا، انا اشتغلت في حسابات ماثماتكس. نعم. ومع ماينر كان ساتلايت موشن، ذا لايف of artificial life satellites. فهمنا انه طلابك اليوم بامريكا عم بيطالبوك بصنع صاروخ، صح؟
هذول الطلاب في جامعة University of South Florida. نعم. أجوني سألوني إنه إذا بقدروا يطربوا صواريخ. قلت لهم ليش بدكم تسووا هذا؟ قالوا لي بدنا نطلق صواريخ. قلت لهم أنا الطلاب اللبنانية سووها قبل 50 سنة. نعم. شو بدك تعمل إشي جديد؟ يعني لما اجى خليل جريج وجواني حاجه توما جوانا حاجه توما عرضوا عليك فكره الفيلم بشو شعرت؟ I was elated. كثير حبيت انه هالقصه قصه الصواريخ اللبنانيه لازم كانت it had to be told. لازم ترجع تطلع بالاعلام وينحكى عنها. نعم. عشان هيك it's part of Lebanese history. جزء من تاريخ لبنان. نعم. And لازم كان اللبناني يعرفوا عنها. وكمان بدي كنت طلاب الجديد هلا. The young generation. نعم. To learn about. تيتعلم الجيل اللبناني حوله. حلو. تشو يرجع يحلم كمان؟ يحلم ومش بس يحلم بس يشتغل على ال مش بس صواريخ بقدر يشتغل على medical renovations they can work on technology computer science في كتير شيء بقدر يشتغلوا عليه. طبعا رح ارجع لك استاذ منوك. بدي اتوجه اول شيء بدي هنيكم اليوم انطلق الفيلم عمليا. جوانا وخليل مبروك هذا الانجاز وهذا الشغل العظيم اللي انتم عم تعملوه، عم ترجعوا جزء من تاريخ البلد. واليوم يعني كل الصحف اللبنانيه ديلي ستار اوريون لوجور السفير والنهار اللي لكم مقابلات كانت رائعه وجزء منها له علاقه بمساله الحلم. رح شوف يعني جزء عن هذا الفيلم بتقرير رنا خواند لحتى ارجع احكي معكم. تقرير رنا خواند. قصه مشروع فضاء ولد بمطلع الستينات حيث قام استاذ مع طلابه بجامعه هيجازيون بتصميم صواريخ واطلاقه بهدف دراسه الفضاء واستكشافه. الموضوع كان منسي إلى حين قرروا المخرجين جوانا حاجيتوما وخليل جريج يرجعوا هالقصة إلى ذاكرة اللبنانيين من خلال فيلم وثائقي تحت عنوان النادي اللبناني للصواريخ. 2001 أختي تانيا حاجيتوما مهنا كنت عم تعمل بحث على تاريخ لبنان وخبرتني هالقصة. قالت لي أنت كنت سامعة عن مشروع فضائي بلبنان؟ وبهالوقت بلشنا البحث. يعني هيك كنا شوي استغربنا، اندهشنا فينا نقول بهالخبرية، وشفنا صورة بوقتها عن طابع فيه صاروخ وراء القمر. أول بلشنا نسأل حوالينا وما حدا كان عم يتذكر هالمشروع. بال 2009 البحث صار أجد، صار في ناس عم يساعدونا مثل كريستين خوري لنفتش لنلاقي كل الناس اللي كانوا مهتمين وفيتين بهالنادي اللبناني للصواريخ. أخذ معنا وقت كتير وكان لازم نلاقي بالجرايد نشوف إذا هالموضوع كان جدي. بعد البحث الطويل نفذ الفيلم. في ثلاث أجزاء بالفيلم فينا نقول، في جزء البحث نخبر القصة، والثاني جزء هو بس بالحاضر نعمل مجسم لصاروخ الأرز 4 ومنهديه لجامعة هيجازيون، وفي ثالث جزء هو شوي بيحكي عن المستقبل أنيميشن بال 2025 إذا كان لبنان كمل هالمشروع شو كان صار. اللي كان حلو بهالمشروع هو انه هولي كانوا عم بحسين وعم بيعملوا مشروع صواريخ للعلم وحتى للسلام. والغريب انه كلنا نسيناه، ما حدا بيتذكره وما بنحكي عنه ولا منخبره بمحل. واحد لازم يحضر الفيلم ليعرف جزء من التاريخ وليشوف كمان كيف فينا نحيي بمحل هالتاريخ بالحاضر. في شيء مهم مشينا هي هالتحية لهالحالمين، يعني ندعي الحالمين يجوا يحضروا هالفيلم يلي بيحكي عن قصة ناس حلموا نفذوا ونحنا يلي بدنا نكفي بمحل هيدا الحلم معهم كمان. جوانا حجيتوما، شو علاقة الحلم بين امبارح واليوم؟ يعني شو عم بتقولوا للشباب اليوم من خلال هالفيلم؟ بس عملنا هيدا الفيلم أكيد نحن ما كنا عارفين وين رح يودينا هالفيلم. بلشنا بهالفكرة عجبتنا، يعني كانت فكرة كمان إيجابية عن لبنان وهيدا الشيء ما كتير نحن كنا شغلينه بأفلامنا. بس جزء كمان ما له علاقة بتطبيل لأمجاد لبنان كمان؟ لا أكيد لا. لا تعمل بحث ما بتعرف شو رح تلاقي كمان. يعني كمان على فترة طويلة العلم هيدا صاروخ للعلم، صاروخ حربي، كنا عم نتساءل يعني مع خليل ما كنا عارفين. بس
بلشنا نبحث وتعرفنا على منوق وعلى غير مشتركين بالنادي اللبناني الصواريخ، بلشنا نفهم انه هيدا الشيء في عنده حلم كثير قوي. بس كمان بدنا ننتبه انه ما نقول انه بالستينات، ما نمجد الستينات ونقول انه بالستينات وين كنا وين صرنا، هيدا منخاف منه انا وخليل. يعني كان بدنا بالعكس نقول نحن حلمنا بالماضي، هن حلموا بالماضي، ونحن فينا نحلم اليوم على كافة الصعود، يعني ثقافية وسياسية واجتماعية وعلمية كمان. أستاذ خليل، بشو بتختلف أحلام اليوم على أحلام مبارحة على كافة الصعود؟ عندك فكرة؟ بفتكر أنه أمتن بالستينيات كانوا يقولوا حدا عم بيحلم كان واحد عم جرب يغير الواقع تبعه. اليوم تنقول أنه واحد عم بيحلم بيكون برات الواقع، لكن كنا حابين نرجع نلاقي هالحركة اللي وراء الحلم. بفتكر أنه حدا حابب يحلم وحدا اليوم حابب يغير الواقع تبعه وما يقبله مثل ما هو. اها، بس انت شو عم بتشوت، يعني شو اهميه استكشاف الماضي بالنسبه لجيل اليوم؟ يعني هذا الجيل شو عم بتقول له انت اليوم خليل، انت وجوانا بهذا الفيلم؟ عم بتقول له عرف تاريخك؟ عم بتقول له احلام؟ شو عم بتقول له؟ اول شيء في علاقه مع التاريخ شوي عويصه بلبنان، وكنا حابين انه دائما كنا منبتكرين انه اذا في فترات منسيه انه كانت هالاشياء منا كثير منيحه، بس لا، هون اكتشفنا مشروع فعلا منيح. وليش النسا؟ ما كنا عارفينين وما عم نفهم ليش هيك مشروع النسا، لكن هيدا كان سؤال فعلا دفشنا ودهشنا بعدين شوي شوي واخذنا العلاقه مع التاريخ. هي يمكن نقدر نقبل بالواقع بتاريخنا، نقدر نفكر بحاضرنا وبالمستقبل طبعا. ليش يعني من 2001 عرفتوا بقصه النادي لل 2009 قررتوا تفوتوا فيه؟ يعني غبتوا 8 سنين، ليه قررتوا ترجعوا؟ هل كان عندكم مشكلة وثائق؟ هل ما كنتوا عارفين منوق وينو شو؟ كان في مشكلة كبيرة وثائق. ليه؟ أول شيء ما كان عم نلاقي أشياء، كان في شريط صغير بالـ LBC على فكرة. أوكي. نعم. يمكن بالأكتواليتي لبناز يمكن. إيه نعم، بالأكتواليتي لبناز، بس إذا لا ما في إلا بالجرايد. السلسلة لكل الأحداث لقيناها عن منوق، بالأول حتى لما بلشت. كيف عرفت؟ كيف وصلت على منوق؟ وصلنا على منوق عبر الإنترنت، بس إنه نفتش. هلا اليوم إمتى حدا بده يبحث ببلش على الإنترنت، وإمتى بيحط لبنيز راكن سوسايتي بال 2009 مثلا إمتى بلشنا نصور الفيلم، كان يطلع صور مختلفة كليا من الصور اللي نحن هلا بنلاقيها على اللبنيز راكن سوسايتي. هيدا كمان مشينا شيء مهم، إنه لازم نسبة للتاريخ نرجع على أصول هالمشروع. هذا مشروع كان مشروع علمي، مشان هيك كمان المعاني عن الصاروخ لازم يتغيروا، مش بس شغله بالانجليزي بيقولوا في روكت وفي ميسايل. منوق كان عم يشتغل على روكت مش على ميسايل، كان كمان لازم ندعي هالشغل انه نرجع نوسع هالمعاني. في امكانيه بتعتقد؟ على كل حال نحن نفذناها على صعيدنا. هلا يمكن هون السؤال، انه انتوا اشتغلتوا على 2025 ليش؟ لاحظنا يعني لانه قريت بس جزء من التعليقات انه قياسا على الابداع البارت الاولاني اول 60 دقيقه من الفيلم، اخر بارت كان شوي يعني اقل شغلا، صح؟ لا. ما بدي هيدا كله تلون على الايد وترسم. هيدا تحريض. غسان حلواني عامل شغل رائع. ايه؟ لا رح اقول لك، انا عم بقول لك شو قريت. رح اقول لك شو. ايه؟ لازم دائما نؤمن بالصحفيين. لا ولا خليك شو هي مدحه، بس هي مغامره. اذا بدك في هيدا فيلم فيه شيء كثير حلو بقصتهم كمان، بس نحن كنا كثير حريصين انه نحط الماضي المستقبل كمان، يعني انه ال 2025 بتخلينا نفكر اذا هيدا المشروع كان كفى شو كان صار وشو كان صار فيه. شو ضل معك؟ بننطر الفيلم، لازم نحضر الفيلم. لازم تحضروا الفيلم طبعا. بدي اقول انه الفيلم حصل على يعني عرض بمهرجان تورونتو السينمائي العام الماضي، ونال جائزه افضل فيلم وثائقي كمان بمهرجان الدوحه. بتقولي للنهار كل شيء مشطور شطرين بلبنان. هالفيلم كان ايضا للقول انه يجوز وجود مشروع وطني لكن بهدف علمي. اليوم شو هو المشروع الوطني؟ مشروع الوطني نحن لازم نشتغل لنلاقي مشروع وطني بعتقد يعني كلنا نساهم فيه. بس اكيد انه هيدا الفيلم ما رح يجاوب على هالسؤال، بس رح يطرح اسئله، واذا نحن كلنا بنصير نتحاور صوب اسئله فينا كمان يعني نبلش نحكي مع بعض، وهيدا مشروع حلو كمان. ونحلم مع بعض، بركة كل واحد يحلم بطريقه بس كمان يشارك باحلامه.
فينا كلنا سوا نعمل صاروخ يعني. ايه صاروخ للعلم وللفضاء بس. مش لاجتياح. ايه؟ حسب عشو موجهين. استاذ مانوك، مين وقف المشروع؟ يعني اول شيء في حدا بيقول انه الحريق اللي صار بالمختبر كان 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 ما كان صدفي، يعني كان حدا قاصد يوقف شغلكم، صح؟ لا، ما كانت هيك. البروبيلنت اللي بنستعمله كنا جينا على بروبيلنت اسمه بيركلوريت. نعم. ولقيت البيركلوريت بولع قوام، وبدل ما يكون بروبيلنت صار اكسبلوسيف. قلت للطلاب ما بتقدروا تستعملوا. ايه. شكرا. لا كثير منيح اذا لك 47 سنه بامريكا وانا برايي وارمني وجاي من فلسطين. نعم. So he wanted this particular student wanted to surprise me because I was gone. No. I was in America and I was coming back to continue the operation. He wanted to surprise me by having a perchlorate inside the tube to launch. Okay. And in the process, it exploded. It had nothing to do with ending the project. It had nothing to do with other than his interest was surprising me by having a perchlorate rocket ready to go. خليني رح ارجع لك. بتقولي مش عن طريق الصدفة انه توقف المشروع سنة 67، يعني وقت اندلاع الحرب، صح؟ ليش؟ هن بيقولوها مش انا، يعني هن بيقولوها بالفيلم، منوك بيقولها، جوزيف سفير كمان. ليش؟ كان بشو ربطوها؟ نحن منفاجئ شوي بالفيلم انه مدى الصواريخ كان عم بيروح كثير بعيد، يعني وصلوا الصواريخ اكثر من 450 كيلومتر. دونك 600 كيلومتر حتى. يعني كان وصلنا لقبرص، بس وصلنا كمان ابعد من قبرص. بس بقبرص النتيجه ما كانت ناجحه، يعني سقط بقبرص. ايه سقط بالبحر. سقط بالبحر بس كثير قريب عنا، يعني الصواريخ كانوا يبعثون ويسقطوا. هل كان عندك فكره ليش كانوا ينطلقوا بالعملياتهم من دبي، يعني يطلقوا الصواريخ؟ لا، اسباب امنيه. اسباب امنيه. الجيش كان عطاهم هيدي البلاتفورم بدبي وكانوا يطلقوا الصواريخ والصواريخ تنزل بالبحر. مزبوط. مزبوط. اوكي. لما يعبروا حدا. لا. ما كنتوا تخافوا على سلامه الناس؟ إيه معلوم، كنا عشان هذا كنا نضرب صواريخ نعم في البحر. آخر سؤال، بتعتقد إنه يعني صاروخ مين خوف أكتر شيء؟ إسرائيل، سوريا، فرنسا، أمريكا، أم الإنجليز؟ ولا واحد. ولا واحد. خوفوا كلهم. كلهم خافوا منه. كلهم خافوا منه، عشان الصواريخ اللي كنا نضربها بين 64 و66 كانوا صواريخ very effective، يعني they were very strong rockets with high capabilities. Anybody could have transformed these from a scientific project to a military project. نحن بدناش كنا military project، لكن إذا واحد بده يسوي ميليتري بروجكت بقدر يسويه. نحن فخورين فيك مانوك، أهلا وسهلا فيك، بنقول لك ويلكم باك عن جديد على لبنان، إن شاء الله بطول الإقامة بتصير ترجع وتروح وتجي على بيروت. أستاذ خليل، أنت وجوانا هيدا مش أول إبداع لإلكون، هيدا ثالث إبداع بعتقد هالقدي بهذا المستوى الكبير، شكرا لإلكون على هذا الإنجاز الكبير، ونحن متشوقين نحضر الفيلم اللي بلش اعتباره من اليوم. شكرا.